وبينضم العفو. الينا استاذ مصطفى زكريا الكاتب الصحفي. استاذ مصطفى تحياتنا يا فندم. استاذ مصطفى يبدو استاذ مصطفى معاك يا فندم. نعم يا فندم تحياتنا يا فندم. تحياتي لحضرتك يا فندم ولجميع الساده المشاهدين. يعني تحديدا كده استاذ مصطفى، يعني كيف ترى اهميه جامعات التكنولوجيا وانتشارها في مصر، وقيام الدوله بوضع بنيه تحتيه يعني متكامله للتاهيل التكنولوجي لمواكبه الثوره الصناعيه الخامسه؟ مهم جدا الحديث عن الجامعات التكنولوجيه في هذا التوقيت المهم للغايه في الاهميه. انا شايف ان يمكن العقود السابقه كان عندنا فجوه كبيره بين التعليم وسوق العمل. يمكن دايما كنا عندنا شعار يعني ضروره ربط التعليم بسوق العمل من اجل ان يكون الخريج قادر على العثور على فرصه عمل، بالتالي يكون وسيله لزياده الناتج القومي الاجمالي للدوله، فبالتالي المواطن هيكون نافع لنفسه ونافع للدوله. كانت الأزمة دي ما كناش قادرين نعالجها بسبب إن ما كانش عندنا يعني إشراف للمتخصصين في مجال الزراعة والصناعة والتجارة والتكنولوجيا في وضع أهداف ونواتج التعليم الفني، فكان في دايما نظرة للتعليم الفني في مصر نظرة دونية. كان دايما الطلبة في المرحلة الإعدادية يفضلوا التوجه إلى التعليم الثانوي، فبالتالي الالتحاق بالجامعات أو الكليات النظرية دون الاهتمام بالتعليم الفني. نعم. يمكن احنا كان عندنا نموذجين دايما طول الوقت انا بشوف مصر وبقارن بين مصر وبين المانيا. يمكن المانيا سبب النهضه والثوره الصناعيه اللي فيها بسبب ان 70% من خريجين التعليم في المانيا من التعليم الفني، كسرت الحاجز ده صحيح. بينما ان في مصر عندنا 70% من الخريجين من التعليم النظري. حضرتك النهارده احنا عندنا كل سنه حوالي 700 الف خريج من الجامعات النظريه. يمكن كان عندنا في مثلا واحده من التخصصات زي كليه التجاره عندنا 100 الف خريج، في حين ان سوق العمل ما يستوعبش اكتر من 5000 خريج سنويا. فبالتالي النهارده عندنا خريجين لوظائف مش موجوده، عندنا خريجين لوظائف غير متاحه، فبالتالي كان لابد من وجود برنامج لتطوير التعليم والاهتمام بالتعليم الفني، خاصة ان احنا شفنا النهاردة ان في بعض التخصصات الجديدة اللي ظهرت عندنا النهاردة مجالات عمل في الصناعات المعدنية والهندسية والالكترونية والكهربائية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات انتاج الكهرباء من طاقة الشمس وطاقة الرياح ومشروعات في الصناعات الغذائية والسياحة والنقل وما الى ذلك من التخصصات الحديثة. مهم ان احنا النهاردة نركز على التعليم، خاصة ان في تقارير صدرت عن مراكز بحثية حكومية كانت بتتكلم عن وجود مشكلة في هيكل القوى العاملة في الاقتصاد المصري في ظل الثورة الصناعية الرابعة اللي تبنتها مصر. طبعا احنا شفنا ان ضرورة ان يكون في موائمة ما بين ان يكون مخرجات العملية التعليمية وبين التدريب المطلوب لسوق العمل، لان النهاردة اول حاجة بيدور عليها المستثمر اللي جاي من بره هو هل هناك عمالة فنية مدربة داخل السوق المصري أم إن هو يتكفل بمصروفات إضافية لتدريب العمالة الفنية، فبالتالي بيتجه إلى الأسواق اللي موجودة في شرق آسيا، بيتجه إلى الهند، بيتجه إلى الصين بسبب إن وجود عمالة فنية هناك مدربة. بالتأكيد يعني أنا عايز أستفيد من حضرتك قبل انتهاء وقت البرنامج والمداخلة. طيب إذا أستاذ مصطفى حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا إن عندنا كم هائل من الخريجين النظريين، يعني هل ترى أنه بالإمكان وضع برامج محدودة الزمن لتأهيل هؤلاء الخريجين للعمل التكنولوجي أو المعرفة التكنولوجية أو التعليم التكنولوجي بشكل عام لإعادة زي ما نقول توجيههم مرة أخرى؟ هنا مهم بقى يا فندم حضرتك في الجزئيه دي ان احنا عندنا عدد خريجين لسوق العمل، لكن سوق العمل مش محتاجهم زي ما احنا اتكلمنا عن الكليات النظريه. هنا دور الدوله بيظهر ودور وزاره التعليم العالي بيظهر من خلال تاسيس كيانات رسميه تابعه للدوله ودعم هذه الكيانات بالامكانيات البشريه المتمثله في اصحاب الخبرات لتعليم هؤلاء الشباب الوظائف التي يحتاجها سوق العمل. ومثال ذلك احنا عندنا سوق العمل بالنسبة للقطاع الخاص بيحتاج أطقم طبية فيما يتعلق بمجال التمريض. النهاردة ممكن أنا أعمل عملية تحويل للشباب من خلال إن هو يكون دارس لجزء نظري، أقدر النهاردة إن أنا أعلمه جزء عملي، أقدر النهاردة إن أنا أخلق كيانات على مستوى المحافظات لتأهيل وتدريب الشباب،
فبالتالي نعم. انا بضمن للشاب ان هو يحصل على شهاده معتمده، شهاده بالفعل خضع لتأهيله لسوق. نعم. وبالتالي نحميه من الكيانات الوهميه، الكيانات الوهميه نعم. النهارده اللي بتستغل حاجه سوق العمل وبتدي شهادات مقابل اموال، فبالتالي الدارس مش بيستفيد، مش مستفيد يعني. هو عذرا استاذ مصطفى، هو للاسف وقت البرنامج انتهى، لكن بالتاكيد هنستفيد في هذا الملف تحديدا والاهتمام بتعليم تكنولوجي ودور الجامعات التكنولوجيه المصريه في سوق العمل واعداد الكوادر وتاهيلها وتدريبها. استاذ مصطفى زكريا الكاتب الصحفي، انا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخله وعلى توضيح الصوره.